كانوا مسافرين من جدة إلى المدينة وبعدين جمعوا المغرب مع العصر. هذا غلط. غلط. لأن صلاة العصر لا تجمع إلى المغرب، إنما تجمع إلى الظهر. إلى الظهر. والله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية تضمنت ذكر أوقات الصلاة وهي ثلاثة في حال العذر وخمسة في حال السعة. في حال العذر الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك قبل غروب الشمس ركعة من العصر فقد أدرك العصر. معنى هذا أن العصر تفوت بغروب الشمس. فلا يجوز تحت أي ظرف من الظروف وفي أي حال من الأحوال أن تؤخر صلاة النهار إلى صلاة الليل، أو أن تقدم صلاة النهار إلى صلاة الليل، صلاة الليل إلى صلاة النهار. فمعنى هذا أنه كان الواجب عليكم لما كنتم مسافرين ولا تستطيعون التوقف أن تجمعوا صلاة العصر مع صلاة الظهر. مع الظهر. قدرنا أنه فاتكم هذا ولم تتنبهوا له إلا بعد أن شرعتم في السفر، توقفوا لحظات وصلوا. قل إني في باص ولا أستطيع توقف، صلي حسب حالك. وأنت في الباص أو أنت في السيارة وأنت في الطائرة، فاتقوا الله ما استطعتم، افعل ما تستطيع، ولو كان من غير قبلة، ولو كان من غير ركوع وسجود، ولو كان من غير وضوء. المهم أنه لا تخرج الصلاة عن وقتها. الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي العصر كما جاء في ذلك، جاء بيان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شريطة أن تكون هذه الأشياء بعذر شرعي، ما هو الواحد يقعد، لأن الآن ذكرت يا شيخ ولو كان إلى غير القبلة، ولو كان بغير وضوء، تكون بعذر شرعي. فاتقوا الله ما استطعتم. أيوة يعني فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان في مركب ولا يستطيع النزول، المقصود إذا كان بين الآن بين أنك تصلي في الوقت بتقصير في بعض الشروط أو لا تصلي، فصلي بظرفك بحالك وما تستطيع، ولا تخرج الصلاة عن وقتها. طيب ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اللهم صل على سلام والعافية.